السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مجموعة لسبات قوية جدا اسمها بايربت، دي كلها معمولة بالبايثون. دلوقتي أنا ممكن أجي هنا أقول مثلا الجزء بتاع سيليكشن أيزوليت، فبيقول أنت عايز تعمل أيزوليت لإيه، فممكن تختار مثلا أيزوليت للدورس مثلا، خلاص بياخد كل حاجة ما عدا الدورس، يعني هو بيسهل لي بعض الشغل. تمام، ممكن تقول مثلا موديل جروبس، فيها في كل حاجة ما عدا الموديل جروبس. طيب عندي حاجة برضه اسمها الفلتر، لو انا عامل سيلكت على كل دول. تمام، خلي بقى الفلتر هنا بيجيب لي الكاتيجوري وانا اعلم على الحاجات اللي انا عايزها سيك وان شيك، انما هنا مختلف شوية. اقول له فلتر، هيقول لي طب انت عايز تعمل فلتر ليه؟ ممكن اشيل لك كل جروب ده اليمنت، هما هنا كام؟ 138. لو شال الجروب اليمنت هيبقى 136، يبقى هو شال اتنين. ممكن اقول له وريني كده فلتر للحاجات اللي معمول لها بنت، فيبدا يشيلها لي. تمام، ممكن تقول له مثلا الحاجات اللي هوستد، اللي هوستد في اللينكد موديل، وهكذا. فبيعمل فلتر للحاجات اللي انا عامل عليها سيلكت.